إن شاء الله راح نبدي محاضرتنا. احنا كل هاي كنا ننتظر بقية الطلاب، لكن اللي ما يريد ينضم هو يتحمل مسؤوليته. بسم الله الرحمن الرحيم، محاضرتنا اليوم عن قوانين مندل في الوراثة. راح نتكلم عن تفاصيل بسيطة، وأعتقد كلكم تعرفون شنو قوانين مندل الوراثية بالانعزال وبالترتيب المستقل، وأعتقد عندكم تفاصيل عن هذا الموضوع من سنوات سابقة. فنبدي محاضرتنا بشيء بسيط، بالكي بوينتس أو الأشياء الرئيسية لهذه المحاضرة. مثلا كنقاط رئيسية، إنه أول نقطة غريغور مندل درس الوراثة studied inheritance للصفات للبي بلانتس أو نبات البازاليا، ومن خلال هذا النبات قدر يعرف هاي القوانين، وقدر يعرف أو يوصل لنا هاي التفاصيل وكيفية انتقال الصفات والتفاصيل الأخرى الخاصة بهذه القوانين. وهو عرض نموذج أو زوج، هذا الزوج اللي هو سماه heritable elements أو عناصر الوراثة. يقصد هي عناصر الوراثة اللي هي الجينات لصفة محددة. إذن أيضا من ضمن الكي بوينتس أو النقاط الرئيسية أو المفتاحية لهذه المحاضرة، أنه الجينات تأتي بصور مختلفة. هذه الصور المختلفة احنا شو نسميها؟ نسميها أليلات. هي جينا دوميننت أليل اللي هو الأليل السائد أو النسخة السائدة من واحد من الجينات، الذي يخفي هايدز ريسيسيف أليل اللي يخفي لنا الأليل المتنحي، وبالتالي الأليل السائد هو راح يعطينا الصفة السائدة ويخفي الصفة المتنحية للنسخة الثانية من الأليل أو النسخة الثانية من الجين، والتي تحدد مظهر الكائن الحي. طبعا احنا هنا نتكلم ونقول انه غريغور مندل تكلم عن الوراثة في نبات البازاليا، العفو، الوراثة اساسياتها واحدة. نتكلم عن قوانين مندل، يعني اللي تكلم عن بانتقال الصفات بالنبات هو نفسه ينطبق على الحيوانات ونفسه ينطبق على الإنسان، لأن أساسيات الوراثة هي أساسيات واحدة. وعندنا من ضمن الكي بوينتس أيضا عندما يكون الكائن الحي الجاميتات أو الأمشاج، كل جاميت راح يستقبل جين واحد أو نسخة واحدة من الجين، والتي تكون تم اختيارها عشوائيا. هذا التكوين الجاميت والاختيار العشوائي أو ظهوره بشكل عشوائي عند الفرد، هذا النوع يسمى أو هذا معروف بأنه القانون مندل المسمى بالانعزال، اللي هي عملية تكوين الأمشاج. احنا شايفين بالوراثة أنه تركيب وراثي، كل تركيب وراثي راح يعطينا نسخة من عند هذا النسخة اللي هي الأمشاج، اللي هي راح تكون عشوائيا جاية، ما راح نعرف يا نسخة احنا مختارين او هي شلون جتي. المهم انه تجينا نسخة واحدة من هذه الأمشاج، وبالتالي راح تنتقل الى الفرد الجديد بشكل عشوائي. وهذا هو القانون الاول اللي يسمى الانعزال او Law of Segregation لمندل. ايضا من ضمن الكي بوينتس او الامور المفتاحيه والنقاط المهمه في هذه المحاضره، اللي هو انا ذكرته سابقا في محاضرات سابقه، اللي هو بينت سكوير، اللي انا ذكرته في محاضره العملي للدم، وعرفنا شنو البينت سكوير اللي هو كان بي يوز تو بريدكت جينوتايبس، اللي هو نقدر نستخدمه حتى نتوقع التركيب الوراثي اللي راح ينتج عند الفرد الجديد، اللي هو allele combinations أو تراكيب الأليلات مع بعضها اللي تنطينا التركيب الوراثي.
والفينوتايب طبعا اللي احنا نعرف هذا الجين شنو وشنو مسؤول عن اي صفه، لذلك بنتوقع التركيب الوراثي ايضا معاه راح نتوقع الفينوتايب او المظهر الخارجي اللي هو ذاكرنا هنا شنو هو الاوبزرفبل تريتس اللي هي الصفات اللي يمكن ملاحظتها، اللون، الشعر او ما الى ذلك، اللي هي صفات خارجيه. الصفات الخارجيه للاوف سبرينج اللي هو للابناء فروم جينيتيك كروسز، فهذا راح يخلينا نتوقع التركيب الوراثي او الاليلات وتركيباتها، ونتوقع ايضا الفينوتايب او المظهر الخارجي اللي هو الصفه التي يمكن ملاحظتها خارجيا للابناء الجدد او الجيل الجديد الناتجين من التغريب الوراثي هذا. ايضا من ضمن الامور المهمه خلال هاي المحاضره او الكلمات المفتاحيه او النقاط المهمه يذكرن هنا التيست كروس اللي هو تغريب بشكل اختبار كان بيوزد يمكن استخدامه to determine لتحديد whether an organism with a dominant phenotype is homozygous or heterozygous. هنا ذكرنا انه التيست كروس او تضريب بشكل اختباري ممكن انه نستخدمه حتى نحدد ما اذا كان هذا الكائن الحي يحمل الصفه السائده الفينوتايب السائد او الصفه الخارجيه اللي هي سائده اذا كان هوموزايجوت متماثل التركيب الوراثي او هيتروزايجوت. ما دام الاليل يكون سائد اذا حتى لو كان غير متماثل التركيب الوراثي او هجين راح يعطينا الصفه السائده، لان الصفه السائده تكون سائده على المتنحيه، او هو هوموزايجوت متماثل التركيب الوراثي ايضا راح يعطينا الصفه، لكن اهميه اكتشاف اذا كان هوموزايجوت او هيتروزايجوت هو حتى نتوقع التراكيب الوراثيه للاجيال القادمه. نقطه اخرى اللي هي 3.1 ريشيو اللي هي نسبه 3 الى 1 من نسوي تغريب لصفه محدده واحده وكانت الصفه السائده سائده سياده تامه، راح نتوقع انه الجيل الناتج النسبه مالته دائما اذا ما كان هناك امور اخرى، ونؤكد اذا ما كان هناك امور اخرى 3 الى 1 هذه النسبه راح تكون هي الثابته في التراكيب الوراثي او بالصفه الخارجيه، حيث عند تضريب اي عند التضريب لاي صفه لصفه واحده احنا لازم نتوقع او القاعده تقول انه نتوقع التركيب الوراثي راح يكون عندنا 3 الى 1، 3 صفه خارجيه للصفه السائده وواحد اللي هو راح يعطينا الصفه المتنحيه، ثلاث افراد يحملون الصفه السائده وفرد واحد راح يحمل الصفه المتنحيه. 3 هنا أنا ممكن يكون اللي تحمل الثلاث افراد اللي تحمل الصفه السائده ممكن يكونون متماثلين هوموزايجوت وممكن يكونون هجين هيتروزايجوت، لكنهم الشيء المتفق عليه انهم يحملون الصفه السائده والواحد راح يكون يحمل الصفه المتنحيه. هذا في حاله التضريب في الجيل الاول راح تطلع عندنا هاي النسبه العفو، لذلك هذه النسبه مهمه جدا في موضوعنا الوراثه كخطوه اولى. فيذكرن هنا انه هذه النسبه تعتمد على complete dominance وهذا اللي ذكرته انا قبل قليل، انه يعتمد على السياده الكامله لواحد من الفينوتايب او المظهر الخارجي او صفه او التركيب الوراثي على المظهر الاخر اللي هو المتنحي. اذا لازم تكون عندنا سياده تامه لواحد من الالات على الاخر حتى يظهر الصفه الخارجيه، لذلك هذا من شروط النسبه 3 الى 1 انه هذا الشرط الرئيسي انه يكون عندنا complete dominance او سياده تامه للاليل السائد على الاليل المتنحي حتى تظهر لنا الجيل الجديد يظهر لنا بنسبه 3 الى 1، ثلاث افراد يكون عندهم المظهر السائد وواحد يكون عنده المظهر المتنحي. If the phenotypes under study
هنا بده يعطيك الشواهد من هذه القاعدة. إذا كان الفينوتايب هو المظهر الخارجي اللي تحت الدراسة، شو بارشل أو كو دومينانس، إذا كان يظهر لنا سيادة غير كاملة أو سيادة غير تامة، النسبة ايش راح تكون عندنا؟ راح تختلف هنا من 3 إلى 1. ايش راح تصير عندنا؟ 1 إلى 2 إلى 1. ليش؟ بسبب أنه عندنا السيادة تكون غير تامة. شنو معنى السيادة غير تامة؟ إن شاء الله راح ناخذها بالمحاضرة القادمة. السيادة غير التامة أو الجزئية راح يكون عندنا مثلا تزاوج مثلا أبيض مع أحمر، ممكن أنه ينتج لنا صفة لون وردي، هذا اللي يسمى السيادة غير تامة. المفروض المخرجات تكون عندنا أحمر مثلا، خلينا نقول هو السائد، وينتج لنا واحد ابيض فقط، لكن اللي بحاله السياده غير التامه ممكن انه ينتج لنا احمر وابيض، وممكن ينتج لنا وردي ايضا بسبب السياده غير التامه. التيست كروس شنو اللي تضريب يسموه اختباري، هذا نستخدمه للتحديد ما اذا كان الكائن الحي سائد لصفة ما. السائد لصفة ما اذا كان متماثل التركيب الوراثي او غير متماثل التركيب الوراثي. يعني نريد نعرف مثلا، خلي نفترض على طريقة مندل مثلا البزايا، مثلا اكو بيها ملساء وجعلت، فراد يعرف هل صفة الملساء هي متماثلة، خلينا نفترض انه الملساء هي السائدة، راح يعرف انه هل هذه الصفة اللي بهذا النبات الملساء هل هي متماثلة التركيب الوراثي اللي هو ايش نقصد به؟ فلنفترض هو اي متماثل التركيب الوراثي سائد، او هيتروزايجوت غير متماثل التركيب الوراثي، قد يكون اي كابيتال اي سمول. فعندنا الهوموزايجوت اي كابيتال اي كابيتال، والهيتروزايجوت اي كابيتال اي سمول، هم اثنيناتهم الاي الكابيتال راح يكون سائد وراح ينطي الصفه الملساء، لكن اثنيناتهم مختلفين، واحد هجين هيتروزايجوت غير متماثل التركيب الوراثي، واحد اي كابيتال اي كابيتال متماثل التركيب الوراثي. فاحنا نريد نعرف هم اثنيناتهم راح ينطون نفس الصفه، لكن نريد نعرف هل هو متماثل التركيب الوراثي او غير متماثل التركيب الوراثي. فيسووا له تيست كروس، يقاربوه بنوع ثاني ويشوفون الناتج من عنده، راح يشوفون من خلال الناتج راح يعرفون اذا كان هو متماثل التركيب الوراثي او غير متماثل التركيب الوراثي. نعم، سائد نقي اللي هو سائد نقي اي كابيتال اي كابيتال، او هجين اي كابيتال اي سمول. واضح الهوموزايجوت والهيتروزايجوت، لذلك يسووا له تضريب، وهذا التضريب حتى يعرفون هل هو سائد نقي او هجين، هوموزايجوت او هيتروزايجوت. ليش؟ شو تجاربهم راح يعرفون اذا كان، حتى يقدرون مثلا يتوقعون الناتج من التجارب مالتهم القادمه، حتى يعرفون التركيب الوراثي بالشكل الصحيح ويقدرون يتوقعون بالشكل الصحيح لتجاربهم. نرجع احنا مثل ما ذكرنا انه اذا كان هناك سياده منقوصه او جزئيه او سياده غير تامه، قلنا النسبه المهمه او الذهبيه تقدرون تعتبروها في الوراثه للجيل الاول اللي قلنا هي تصير 3 إلى 1. في حاله السياده الغير التامه راح تكون النسبه عندنا 1 فرد. احنا بدنا نتكلم هنا عن افراد بالجيل الاول لصفه واحده، 1 إلى 2 إلى 1. اذا راح تتغير من 3 إلى 1، 3 راح تتجزأ تكون 1 عنده صفه محدده و2 عندهم صفه اخرى، و1 الاخر اللي هو راح تكون المتناحي النقي اللي هي صفته، لكن 3 اللي هي كانت تعبر عن الجين السائد او الاليل السائد او السياده التامه لصفة محددة انقسمت إلى جزئين، وبالتالي عبرت لنا عن تحور
بهذه الصفة للجيل الأول لصفة واحدة. زين، حتى لو كان الأليل يحتوي أو له تأثير سلبي على استمرارية هذا الكائن، أيضا ممكن أنه يشوه لنا أو يحور لنا في هذه النسبة. الأليلات اللي تسبب التي ذات كان كوز ليثاليتي، الليثاليتي هنا يقصد بها أكو جينات ممكن إذا تجي بتركيب محدد ممكن انه تسبب لنا الموت او تسبب لنا فد عوق او تشوه عند الانسان او الحيوان وممكن تسبب الى الموت، لكن هذا يجي بصفه محدده. فايضا هنا يذكر لنا الاليلات اللي كان كوز ليثاليتي او اللي تسبب الموت وين هوموزايجوت، وعندما تكون هي هوموزايغوتا متماثلة التركيب الوراثي are called lethal alleles. lethal alleles الأليلات المميتة. هنا عندنا سيمي lethal alleles اللي هي الأليلات شبه المميتة، يكون تركيبها تراكمي على صلاحية أو استمرارية ذلك الكائن اللي يحوي هذه الأليلات. فهنا بدي اذكر انه من خلال الملاحظات اللي راها هنا، من اللي يقصدون بها؟ اللي يقصدون بها هو مندل، من خلال ملاحظاته اللي شافها في صفه وحيده او في تضريبات صفه واحده، واحده من الصفتين او واحده من الاشكال الاثنين للصفة، يعني مثلا صفة تنطي أبيض وتنطي أحمر، فده يتكلم لنا على جزء من هذه الصفة، مثلا يتكلم لنا عن الأبيض، وهذه كمثال ممكن أن يظهر في الجيل الأول الأف 1. هنا دائما معروفة بالوراثة، من يكتب لك أف 1 معناها الجيل الجديد، الأف 1 اللي هو الجيل الجديد اللي نتج من التضريب، فيكتب لنا أف 1، ولذلك راح يكون هذا الجيل الجديد الأفون لهذه الصفات راح تكون أو راح يتم نقل هذه الصفات للجيل الجديد. ممكن أنه يقول almost unchanged اللي هي تقريبا بغير أو لا تتغير in the hybridization اللي هو التجين، يعني مثل ما ذكرنا انه التركيب الوراثي المتماثل او الهجين، اذا كانت حتى الهجين راح ينطينا الصفه الوراثيه السائده حاله السياده التامه، فهذا اللي يتكلم عنه. And therefore the genes constitute the characters of the hybrid. وهنا يذكرنا انه هؤلاء الافراد راح ينطون الناس الصفة حتى لو كان هجين، حتى لو كان تركيب الوراثي هجين أيضا راح ينطينا الصفة الوراثية السائدة للأليل السائد، واللي حتى لو كان تركيب الوراثي هجين. نعم الهجين راح ينطي الصفة الوراثية. احنا ذكرنا قبل قليل حكيت انه الصفة الوراثية في حالة السيادة التامة، فالأليل السائد سيادة تامة على الأليل المنحي راح ينطينا الصفة الخاصة بالأليل السائد ويغطي على الصفة الخاصة بالأليل المتنحي. هاي وين؟ في حالة الهجين عندنا تركيب وراثي أي كابيتال أي كابيتال، وتركيب وراثي اي سمول اي سمول، الاي كابيتال اي كابيتال سائد والاي سمول اي سمول متنحي. من يصير تزاوج وينطون الفرد يكون في حاله السياده التامه، من يكون الفرد اي كابيتال اي سمول هذا شو يسمى؟ هذا يسمى هجين. لين عندنا سياده تامه ايش راح ينطي؟ راح ينطي الصفه السائده اللي هي الاي كابيتال الاي كابيتال هو اي سمول، لكن ما راح ينطي صفة الاي سمول، ينطي صفة الاي كابيتال فقط. يعني الاي كابيتال اي سمول اللي هو هجين راح ينطينا صفة
جين سايد اي سايد اي كابيتال، اي كابيتال وما يعطينا صفر من ليش؟ لان الاي كابيتال زائد سنه تامه على الاي سمول. الجين عنده صفر لكن عنده صفه منو؟ عنده صفه الاليل زائد سياده تامه. فهنا يذكر لنا ار تيرم ذا دوميننت اللي هو السائد. هذا اللي ذكرته انا وقلت انه الجين السائد سياده تامه او الاليل السائد سياده تامه هو اللي راح يعطينا الصفه بالهجين. نعم الصفه المظهريه. احنا الان نتكلم فقط عن الصفات المظهريه لان ما نشتغل على صفات مظهريه. واضحه؟ And those which become latent in the process recessive. وايضا عندنا المتنحي among his traits اللي هو يذكر ضمن الصفات اللي درسها مندل ايش ذكر انه round seeds الحبوب اللي تكون مدوره و dominant تكون زائده على المجعد. يعني ضمن اللي درسها مندل وعرفها انه تكون سائده اليلو البومين اللي هو لون كان سائد على اللون الاخضر في النبات اللي هو درسه. And smooth pods were dominant over rough اللي تكون الملساء تكون سائده على المجعده او الخشنه. هذه من الصفات اللي اكتشفها انه تكون سائده. من ضمنها احنا ذكرنا بدايه المحاضره هناك تيست كروست. تيست كروست هذا التيست اللي هو اختباري حتى يعرف من ضمنها هاي التفاصيل او من خلال متابعه الاجيال اللاحقه من خلالها راح يعرف يا صفه سائده سياده تامه. هذا طبعا من ضمن هاي التفاصيل يذكر انه هذا اللي قاله انه يكون القانون الاول لمندل اللي يذكر به انه الهايبريدز الهجائن راح تكون حبوب having one or the other of the two differentiating characters ممكن انه تكون واحده من الصفات المختلفه and of these one have developed again the hybrid form. فيذكرنا هنا انه ممكن هذه الحبوب راح تكون واحده من هذه الصفات الاثنين المختلفة وايضا هذه بالجيل اللاحق ممكن انه تكون لنا هايبريد او صيغة هجين بالجيل اللاحق. While the other half yield plants which remain constant and recessive. والجزء الثاني يذكرون ان الجزء الثاني من النباتات اللي اعطت صفات بقت نفسها ومستمرة ومن النوع المتنحي اللي تكون ثابته. وذكر ان عندنا دوننت اللي هو تكون سائد والاليل المتنحي اللي هو ريسيسيف اللي راح يعطينا صفه ثانيه ان ايكوال نمبرز في ارقام محدده او بارقام او بنسب ثابته مثل ما ذكرنا احنا نسبه الثلاثه الى واحد تكون ثابته في الجيل الاول لصفة واحدة إذا كانت هناك سيادة تامة. فهذا من ضمن الأرقام اللي ذكرها أنه تكون أرقام متساوية أو أرقام محددة. وهذا اللي هو ذكر القانون الأول This is now called segregation أو قانون الانعزال لمندل أنه الصفات راح تكون يا أما عندنا متنحية أو سائدة وبالجيل الأول راح تكون عندنا صفات أيضا سائدة ومتنحية وراح تكون التراكيب الوراثية عندنا مختلفة. في حالة السيادة التامة السائد النقي والسائد الهجين راح ينطي نفس الصفة ويبقى النقي المتنحي ينطي الصفة الثانية والنسب اللي تكون موجودة في حالة وجود السيادة التامة. وهذا هو قانون الانعزال لمندل أو القانون الأول. بعدين يذكر لنا هنا أنا أخذ الصفة اللون الأول الأصفر اللي هو من ضمن التجربة اللي سواها مندل هاي كتوضيح طبعا. الأصفر راح يكون سائد على الأخضر فكمثال أنطى الواي كابيتال كرمز لصفة الأصفر والواي سمول أنطاها كرمز للأخضر.
بعد ذلك نبدأ بخط نقي لهذه الصفات من الآباء، من جيل الآباء، فيبدأ بالصفة السائدة اللي هو الأصفر. كابيتال 1 كابيتال، هذا معناه شنو؟ هذا التركيب الوراثي السائد، لأن هو ذكر أنه قال اليلو أو الأصفر، قال هو سائد. إذا الواي كابيتال، واي كابيتال هذا سائد نقي، سائد نقي. وذكر أن الواي سمول اللي هو أخضر هو متنحي، واي سمول، واي سمول اللي هو متنحي نقي. في حالة التضريب دائما راح ينتج لنا، هنا نشوف تركيب الأمشاج أو بالعفو بالجيل الأول، ايش راح ينطينا؟ راح ينطينا أصفر، لأن الواي كابيتال سائد على الواي سمول، الواي كابيتال سائد على الواي سمول، لذلك راح ينطينا أصفر، ينطينا اللون الأصفر. لكن اللون الأصفر هنا ايش بيه؟ ما راح يكون نقي، راح يكون هجين أو هيتروزايغوت، غير متماثل التركيب الوراثي. وبتضريب هذا مع نفسه، يعني جبنا فرديين اثنيناتهم يحملون نفس هذا التركيب اللي هو يكون غير متماثل هيتروزايغوت، الجيل الثاني اللي هو الاف 2 ايش راح ينتج لنا؟ راح ينتج لنا سائد نقي، راح ينتج لنا اثنين هجين ايضا سائد سيادة تامة، ايضا راح ينطينا نفس الصفة لهذا النقي السائد، وراح ينطينا تركيب وراثي المتنحي اللي هو ينطينا اللون الاخضر. فهناك يذكر لنا the F1 will all be yellow، ال F1 كلي راح يكون اصفر مثل هذا ما تكلمت عنه، وال F2 راح يبين لنا نسبة الثلاثة إلى واحد اللي ذكرناها في حالة السيادة التامة اللي هو اليلو إلى الجرين، الأصفر إلى الأخضر. هنا ايش قلنا؟ هذا ثلاثتهم راح يكون شنو؟ راح يكون أصفر. والواي هذا واي سمول، واي سمول هذا الوحيد اللي راح يكون أخضر. إذا كم فرد عندنا هنا؟ واحد، اثنين، ثلاثة يحملون اللون الأصفر، لكن التراكيب الوراثية عندهم شنو؟ بيها النقي السائد وبيها الهجين، لكن ثلاثتهم راح ينطونا نفس اللون الأصفر، والواي سمول، واي سمول هو الوحيد اللي راح ينطينا الأخضر. إذا هنا تحققت النسبة اللي هي ثلاثة إلى واحد، ثلاثة أصفر وواحد أخضر. بيذكر لنا هنا الفيزيكال ابيرنس او المظهر الخارجي is called the phenotype، اللي هو المظهر الخارجي الفينوتايب. The particles that create the phenotype are now known to be genes. هنا طبعا ده يتكلم على لسان غريغور مندل، انه الجزيئات اللي تكون لنا المظهر الخارجي الان هي معروفة واللي هي تسمى جينات، وايضا انه الفينوتايب يأتي تحت أو مسؤول عنه جينوتايب أو تركيب وراثي. والسيجريجيشن اللي هو الانعزال refers to the separating of the particles in the F1 cross، إنه الانعزال هنا اللي دا يقصد به، المقصود من هذا القانون اللي هو الانعزال، إنه تنعزل الصفات بالجيل الاول اللي تكوننا، تنعزل يعني امشاج، يعني احنا انعزلت لنا شلون صار عندنا الاف 1 هنا، اخذنا او انعزل الواي الى 2 فصارت مشي جين، واحد واي كابيتال وواحد واي كابيتال، وهنا واحد واي سمول وواحد واي سمول. فتضريب هنسوية انتج لنا هذا التركيب الوراثي في الجيل الاول، هذا اللي يقصد به الانعزال، انه ينعزل منا ومنا بيرجع يلتقن بال F1 او بالجيل الاول. وهنا convenient means او وسائل مقنعه ومهمه ممكن انه نستخدمها حتى نبقى نتبع الانعزال بالاجيال اللاحقه ولصفات متعدده مهما كان هناك من عدد. وهذا التتبع للانعزال حتى نعرف التراكيب الوراثيه والصفات الناتجه منها، تم اختراع طريقه بواسطه بينت اللي هي احنا ذكرناها قبل قليل وذكرناها سابقا في محاضرات سابقة، اللي هو مربع بينت اللي هو يتابع انعزال الصفات وتشكلها بالأجيال الجديدة ومتابعتها لأكثر من جيل، نقدر نتبعها بمربع بينت واللي يتبع هذه الأليلات وانعزالها من الآباء وإلى الأبناء
وبالتالي شنو التركيب الوراثي اللي ممكن راح يكون عند الابناء. فهنا منطينا فد مربع بسيط حتى يوضح لكم انعزال الصفات وشلون تشكلت بالتجربة اللي ذكرناها قبل قليل اللي سواها مندل، كيف صار عندنا اللون الأصفر واللون الأخضر. فهنا تلاحظون هذا المربعين، هنا منطينا لون أصفر ولون أخضر. اللون الأصفر إليه Y capital Y capital اللي هو رمز له Y capital Y capital، واللون الأخضر رمز له Y small Y small. في حالة التضريب الـ F1 مثل ما ذكرنا قبل قليل، الجيل الأول راح يكون 100% Y capital Y small اللي هو اللون يلو. فهنا تلاحظون 100% اللون يلو أصفر، لكن شنو التركيب الوراثي؟ التركيب الوراثي هجين مو نقي بسبب سيادة الـ Y capital. فاتجه للجيل الثاني اللي هو الـ F2، فشمطانة 75% لون أصفر و 25% لون أخضر. لكن نجي هنا الـ 75% راح تنقسم قسمين اللي هو اللون الأصفر، 25% راح يكون التركيب الوراثي إلى سائد نقي، و 50% من الأصفر اللي هو متنحي أو العفو راح يكون عندنا هجين اللي هو بي الواي كابيتال السائد على الواي سمول، وال 25% هي ثابته اللي هو واي سمول واي سمول لازم يطلع لنا اخضر. لكن اليلو الاصفر راح يكون مقسوم اثنين، هجين اللي هو 50% والنقي السائد اللي هو 25%، وهذا ما لاحظناه احنا بالتجربه قبل قليل. نجي هنا مندل انتبه الى انه يجب ان نعتمد صفات مختلفة في التركيبات او في التضريبات، ولاحظ انه الهجائن اللي تكون مختلفة الصفات ممكن انه يتم تضريبها وتظهر نوع من التفاصيل لـ series combination او سلسلة من التركيبات، وبالتالي ممكن انه نسوي لنا فد تطور في هذه الصفات لكل زوج اللي يتحد سوية. وذاكرين انه العلاقة بين كل زوجين من هذه الصفات المختلفة في حالة الهايبريد او الهجين تكون غير مستقلة عن الاختلافات الأخرى اللي موجودة في قطيع الآباء أو في جيل الآباء الأصلي. فذكرنا هنا أنه هذا قانون مندل الثاني للوراثة اللي مسمى الاندبندنت اسورتمنت اللي هو الترتيب المستقل. فيأخذ مثلا هنا لدينا كمثال نأخذ اللون الأصفر واللون الأخضر سوية مع صفة أخرى. هنا ليش دي يذكرنا أنه ممكن نستخدم أكثر من صفة في هذا القانون، فدي يذكرنا هنا على سبيل المثال لنفس التجربة اللي قام بها مندل اللي هي اللون الأصفر واللون أخذ اللون الأصفر واللون الأخضر مع صفة أخرى اللي هي المدور للحبة البازاليا المدورة والمجعدة، فصارت صفتين يعني أما يكون أصفر ومدور أو يكون أخضر ومجعد للحبة البازاليا. فإذا كانت الخطوط النقية هنا أنا أذكر أنه صفراء والخطوط المدورة نقية أيضا تكون مدورة، الصفراء راح تكون Y capital Y capital والمدورة راح تكون R capital R capital، والصفراء راح تكون متنحية نقية Y small، العفو الخضراء راح تكون متنحية نقية Y small Y small،
والمجعده راح تكون ايضا متنحيه ار سمول ار سمول. فراد يضارب هاي باستخدام هاي الصفتين او بالاعتماد على هاي الصفتين للحبات البازاليا. فايش ضارب؟ جاب لنا خط نقي يكون اخضر او اصفر العفو نقي واي كابيتال واي كابيتال، وايضا نفس الحبه هي ار كابيتال ار كابيتال اي مدوره، يعني عندها صفتين. هذه الحبه نقيه عندها صفتين اللي هي صفه انه تكون صفراء ومدوره، وجاب لنا حبه اللي هي تكون واي سمول واي سمول اللي هي تكون خضراء، وفي نفس الوقت ار سمول ار سمول اللي هي تكون مجعده. هذه الحبه ايضا تحتوي على صفتين، وراد يضاربهم حتى يشوف شنو اللي راح يخرج من هذا التضريب. فبالجيل الاول ايش ظهر عندنا؟ ظهر عندنا واي كابيتال واي سمول وار كابيتال ار سمول. زين، فاحنا مثل ما ذكرنا انه يكون سائد الاصفر راح يكون سائد على الاخضر، لذلك طلعت الحبه خضراء، و الار كابيتال اللي هو سائد اللي هو المدور راح يكون سائد على الار سمول اللي هي مجعده. فطلع عندنا كل الجيل الاول اخضر اصفر العفو مدور، لكن ايش بيه؟ التركيب الوراثي له هجين، فاخذ من الجيل الاول حبايتين من نفس التركيب الوراثي او ضربها بينها وبين نفسها، لان اكو بعض النباتات اللي هو يصير بها التلقيح الذاتي. فنفس التركيب الوراثي اللي ضربه بنفسه ايش راح ينتج لنا؟ راح ينتج لنا واي كابيتال واي كابيتال وار كابيتال ار كابيتال اللي هو الاصفر المدور، وايضا انتج لنا ايضا اصفر مدور لكن التركيب الوراثي هنا شبيه هجين، وانتج لنا واي سمول واي سمول وار كابيتال ار كابيتال اللي هو ايش راح يكون؟ راح يكون اخضر لكن مدور، اللي هو هذا صفه جديده بسبب هذا التضريب. وايضا ينتج لنا واي كابيتال واي كابيتال اللي هو اصفر مع مدور لكن هجين، وانتج لنا ايضا اصفر مدور هجين، وانتج لنا اصفر مدور هجين، وانتج لنا الصفه المتنحيه النقيه اللي هو الاخضر المجعد. هذا بالنسبه لتتبع صفتهم اللي حاول انه يلاحظها مندل، ونفس الشيء ايضا استخدم مربع بينت. فهذا المربع اللي هو طبق به كيفيه انه يستخرج هاي التراكيب الوراثيه، ومثل ما سويناها للجيل اللاحق، ومثل ما سويناها احنا في محاضره تراكيب الدم، وشوفتكم شلون طبق مربع بينت. فيضارب الواي ار هذا ويا الواي ار، ايش طلع عندنا؟ المفروض يطلع هنا ار كابيتال، هنا أنا غلط مطبعي، فلازم يطلع عندنا نفس التركيب الوراثي، وهكذا لكل التراكيب الوراثيه. لكن اللي يهمنا انه بالجيل اللاحق ايش طلع عندنا؟ طلع عندنا النسبه 9 يلو اللي هو 9 اصفر مدور و3 اصفر مجعد و3 اخضر مدور و1 اصفر مجعد. هذا بالنسبه للتراكيب الوراثيه في الاجيال اللاحقه واللي اكثر من صفه، وكلما ازدادت الصفات اللي نريد ندرسها، مثلا نريد ندرس مو بس صفتين، نريد ندرس 3 صفات، راح يكون مربع بينت راح يكون اكثر تطورا واكثر تعقيدا من هذه المراحل، وبالتالي لازم نتوقع التراكيب الوراثيه من خلال هذا المربع، وبالتالي راح نتوقع النسب للافراد اللي ممكن ينتجون بالاجيال اللاحقه. اكو فد، انا هسه لاحظتها اكو فد اخطاء بالجدول، انا هسه انتبهت عليها، اكو اخطاء بالجدول بالتراكيب الوراثيه.
اي اخطاء بالجدول، قد تلاحظ انه اخطاء بالجدول دا يطلع لنا هسه، يلا انتبهت عليها انا. نعم هسه احنا شو نسوي؟ نعطيكم اسماء الحضور،